ولمناقشة مسؤولية الأحزاب المتنفذة والميليشيات المسلحة عن عمليات الاغتيال التي تطال القضاء أو القضاة في العراق واستمرار الانفلات الأمني، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي. أهلا بك معنا دكتور حسن. أهلا ومرحبا، شكرا. أهلا بك دكتور حسن. بداية، يعني تقرير المونيتور وقف على ظاهرة لربما تلفت الانتباه، مفادها أن جميع القضاة الذين قتلوا كانوا مكلفين بقضايا الفساد والمخدرات، ما الذي يعنيه ذلك برأيك؟ هو طبعا لازم نرجع للأصول القصة، أنه احتلال العراق هو الكارثة الأولى. طبعا الأمريكان اللي حطموا البلد وحطموا إداراته وكل المؤسسات وتحول إلى مجامع من العصابات في الحقيقة، مع الأسف جابوا معهم 25 معمم سني وشيعي وكردي إلى آخره، وتحول البلد إلى هياكل غير منظمة. فأنت قبل القضاة قتل 500 طبيب وتهجر أكثر من 17,000 عالم ومخبير بمختلف الاختصاصات، وأكثر من 3 ملايين عراقي الآن بالخارج، حتى بما في مشيعة طبعا بموجودين بمكانات مختلفة. ثم حطمت الموصل، حطم نص الأنبار، ولذلك هذا تحطيم البلد، تحطيم قدراته البشرية، معناه ما يبقى عندك شيء تعمل به. تشرشل بالحرب العالمية الثانية لما كانت هتلر يسقط الحديد على لندن، سألهم قال لهم كيف حال القضاء؟ قالوا القضاء جيدا. فالقضاء من ينتهي بأي بلد ما تبقى قيمة، ما تبقى وضع عام. ولذلك القضاة طبعا يستهدفون مع الأسف، ويستهدفون من مجرمين، من قتلة، من فلتيم العقاب، ويحتمون بميليشيات. وهاي الميليشيات طبعا استفادت من الوضع الحالي، والقاعدة صارت كشماعة لأنه مرتبط وجودها بوجود القاعدة. إن اختفت القاعدة لم يعد لها وجود، بل يتحول إلى جيش عراقي نظامي خاضع للدولة. الآن ما موجودة لا جيش ولا حكومة حقيقية. ولكن هناك مليارات الدولارات تنفق كمخصصات للأمن والدفاع أيضا، أين تذهب هذه المليارات أمام اغتيال الميليشيات للقضاة في حالة لربما أصبحت ظاهرة في العراق؟ وأنت لما عندك شراء الاستيراد هذا، المولات والحشيشة والمنافذ الحدودية من الشمال ومن الشرق وحتى من الجنوب، هاي المنافذ صارت كلها عبارة عن موبقات يعني فردية، الدولة مغيبة، لأن حتى الحكومة الانتخابات صار 3 أشهر من خلصت، وفازت قوى معينة بما فيها الصدر وقوى أخرى، لكنه الخاسرون ما يقبلون أن لا يقبلون بالمعارضة ولا يقبلون أن يشاركون بحجمهم المحدود. ولذلك البلد مشلول، ثم الأكراد الأحزاب الكردية تتعارك فيما بينها من يسمي منهم رئيس الجمهورية، ولذلك البلد الآن فلتان بالحقيقة، لا يوجد مؤسسات واقعية يعني بالقدرة بلد داعش. وبالتالي هذه المليارات إلى أين ذهبت؟ المليارات تذهب إلى جيوب أشخاص، إلى تروح خاصة إلى حافظ الأسد، تروح إلى حسن نصر الله، تروح إلى الحوثيين، تروح يمكن ربما إلى إيران، تروح إلى جهات عديدة الآن بالحقيقة. يعني من عايش بشار، من عايش شو اسمه، ولذلك العراق صار ممول إلى إيران لتمويل جهات اللي هي منتفعة منها. أيضا يعني دكتور حسن، عندما تحاصر قوات مكافحة الإرهاب محكمة الكرخ فقط لأن التحقيقات باستهداف منزل الكاظمي تجري بداخلها، ما الذي يعنيه ذلك برأيك؟ هل الحكومة تخشى أطرافا لها مصلحة في طمس الحقائق أم ماذا؟ الحكومة تخشى، الحكومة تخاف. الحكومة من هي الحكومة؟ أولا الحكومة الآن غير رسمية، تصريف أعمال. الرجل الكاظمي رجل وسطي يحاول أن يقوم بإجراءات معتدلة، لكنه غير يعني فشل في أكثر موقع، لم يحقق أي إنجاز على صعيد الأمن أبدا، لربما حقق علاقات دولية، حقق مصالحات، حقق كذا، لكنه الانفلات الأمني يخدم قوى الظلام، يخدم قوى التخلف.
الآن حتى في كردستان هذا الانفلات موجود، مو فقط وخاصة مع الأسف بالمناطق الجنوبية وبغداد. ليش؟ لأنه الأحزاب هي الدولة، جيش ما موجود، القوات الشرطة ضعيفة مخترقة، ولذلك تجد الأمور يعني صاير يعني مثل ما نقول يا خماس وخمسك، عبارة عن هيجان عام، بلد منفلت على كل أصعدة. يعني برأيك ما هو حال بلد يهدد رئيس وزرائه بقطع أذنيه ولا يستطيع الرد أيضا؟ طبعا ما يقدر، لأنه بالتأكيد لأنه رجل ضعيف، هو لما ماكو جيش ماكو أمن، يعني ما موجود لا جيش ولا أمن قوي يقدر يحجم فلان. لأنه الآن إذا تسب بالقانون، القانون الأصولي إذا تسب رئيس دولة أو مسؤول بدون قانون تعاقب المفروض. هم الآن يسبون كل المسؤولين ويهاجمون الجميع، وعندهم مقدسات خاصة بهم، محرمات، ولذلك هذا الوضع مع الأسف طبعا تشترك به كل القوى السياسية، خاصة القوى السنية التابعة ذيولا، ليس عندهم موقف حقيقي ونزيه، كلهم تابعين يأخذون ولاءاتهم من إيران ويدعون أنهم مخلصين لشعبهم، شعبهم اللي هو نايم بالمخيمات حتى الآن، سواء الحلوزي أو الخنجر أو غيره، هم ناس أسوأ من جماعة المالكي بالحقيقة. نعم، يعني بناء على ما تفضلت به، على ماذا يعول وعلى ماذا يستند الكاظمي عندما يدعي بمحاربته للفساد وسعيه لحماية القضاء ومن هذه الشعارات، على ماذا يستند؟ ما هو يدعي، دائما يدعي، يعني من قتل عشرات المتظاهرين من سنة 2011 قتلوا فوق 100 بنات شباب مغيبين الآن بالمئات، لم يستطع أن يجد حلا واحدا. الرجل حتى لو كان حسن النوايا لكنه مجرد من السلاح، لما أنت تكون عاجز ما عندك قوة قانونية فما يقدر يسوي شيء الرجل، حتى لو افترضنا حسن نوايانا، اعتقدنا في حسن النوايا، ولذلك بقت مسؤولية الأحزاب السياسية اللي تدعي أنها تريد تحكم، يعني سواء الصدريين أو المالكي أو جماعة الأكراد، عليهم أن يضبطوا الأمن، عليهم أن يحترموا المؤسسات، هم نفسهم يخترقوا المؤسسات. يعني إذا كان رب البيت بالطول ضاربا فلا تلوم مثل ما يقول الصبيان على الرقص، هم الكبار سراق وخونة وعملاء. نعم، يعني لربما هناك في واحدة من العجائب التي لربما لا ترى إلا في العراق، كما رأينا قبل قليل شقيق حسن البهادلي التابع لميليشيا السرايا يهدد بقطع رؤوس القوات الأمنية من أجل شقيقه. يعني السؤال هنا، أين الحكومة وهيبة الحكومة وهيبة الدولة أساسا التي لطالما تحدث وتغنى بها الكاظمي؟ من 2004 لحد العام ورم الأمريكان سحبوا وسلموها إلى ميليشيات تسمى أحزاب مذهبية طائفية عنصرية متخلفة، ما موجود شيء. يعني ما عندك الآن معاملة، أبسط معاملة تمشي بشكل نظامي، كله بالرشاوي، كله بالعلاقات الشخصية، يعني متهم يطلع ويبرم ويجرم بريء، هذا الموجود الآن بالعراق. الآن العراق حالة شاذة، حالة غريبة، وهذا اللي تريده إيران طبعا. الإيران الآن ستقوى مع إذا بوتين نجح في احتلال أوكرانيا بشكل كامل، سيكون هو ظهير إلى يمتد أكثر، إيران تتبدد أكثر في العراق وفي سوريا وفي اليمن أيضا. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي، شكرا جزيلا لك.